ومتى كان عند الإنسان إيمان باليوم الآخر أبعده عن معاصي الله وجعله يقدم على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه علم أن أمامه يوما آخر يبقى أبد الآبدين، يحاسب العبد فيه على أعماله، ومن ثم يستعد لذلك اليوم. والإيمان باليوم الآخر متى استولى على القلوب صلحت أحوالها، إذ إن من أكثر ما يوقع الفساد بين الناس ويكون من أسباب زوال نعم الله عليهم، زوال نعم الله عنهم، ومن أسباب وقوع الخصومات والعداوات بينهم، أن يكونوا ممن ينظر إلى الدنيا ويغفل عن الآخرة. لكن متى قدم الناس أمر الآخرة صفت أمورهم وجلب الله لهم خيري الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أراد الآخرة فإن الدنيا تأتيه وهي راغمة، وحينئذ يتولى الله شأن العبد، بخلاف من كانت الدنيا أكبر همه فإن الله يشتت أمره ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها، كما ورد في الترمذي. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. ولذلك ينبغي بالناس أن يتحدثوا عن اليوم الآخر في مجالسهم وفي ذهابهم وإيابهم، ليكون هذا من أسباب زيادة تعلق قلوبهم باليوم الآخر. وفي آيات القرآن من الحديث عن اليوم الآخر ما يكون سببا لتشوق القلوب والنفوس إلى تلك الدار. فكم من آية في كتاب الله فيها صفات الجنان، وكم من آية في كتاب الله فيها التحذير من النيران وبيان صفات كل من تلك الدارين. ومن ثم يحسن بالناس أن يتحدثوا عن ذلك اليوم ليستعدوا له.